السلام عليكم. ما أهمية انعقاد مؤتمر طهران لنزع الأسلحة النووية في حضور ممثلين عن 70 دولة؟ هل يشكل المؤتمر دعما قويا للطاقة النووية السلمية ولشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل؟ لماذا اتهم الرئيس أحمد نجاد الوكالة الدولية بأنها أصبحت أداة ضغط بيد الدول التي تمتلك السلاح النووي؟ ما أهمية الدعوة لهيئة دولية مستقلة للإشراف على حظر الانتشار النووي وإخضاع الترسانة النووية الإسرائيلية للمراقبة والتفتيش؟ كيف سيتم التجاوب مع دعوات رفض التمييز والمعايير المزدوجة للدول الحائزة على الأسلحة النووية؟ مؤتمر طهران دعم للطاقة النووية ونزع للسلاح النووي موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف عبر الأقمار الاصطناعية من طهران الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور حسين علائي، نرحب به، ومن دمشق مدير مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد فوزي الشعيبي أيضا مع الترحيب، ومن القاهرة الخبير بالشؤون النووية الدكتور محمود بركات، نرحب بالجميع. قبل بدء الحوار نتوقف سريعا عند أبرز المواقف التي أطلقت في مؤتمر طهران لنزع الأسلحة النووية، بدءا من قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي. نؤكد حرمة تصنيع الأسلحة النووية وحرمة استخدامها. أي استخدام للسلاح النووي يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية. أول مجرم استخدم العلم النووي ضد العالم يمنع الآخرين اليوم من التوصل إليه. الرئيس أحمد نجاد، ندعو لتشكيل هيئة مستقلة للتخطيط والإشراف على حظر الانتشار النووي. نطالب بتعليق عضوية الدول المالكة للأسلحة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت أداة ضغط بيد الدول التي تمتلك السلاح النووي. أكبر خيانة ترتكب عندما يتم وضع الطاقة النووية في خانة التسلح النووي. وزير خارجية إيران، المؤتمر هو مؤتمر أو مؤشر على موقف إيران الواضح بأن السلاح النووي ليس لأحد. المؤتمر يرمي إلى التصدي للجيلين الثالث والرابع من الأسلحة النووية. الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أيضا في إطار المواقف، نزع السلاح النووي هدف رئيس ويجب إبعاده عن السياسة. من حق الدول النامية استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وزير خارجية سوريا، نطالب العالم بالعمل لنزع السلاح النووي لا سيما الإسرائيلي. وزير خارجية العراق، نشدد على جعل الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للنظام الدولي. وزير خارجية لبنان، نطالب بحق الدول النامية في استخدام الطاقة النووية وإخضاع المنشآت الإسرائيلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أتوجه مباشرة إلى طهران، إلى مكان الحدث، وإلى الدكتور حسين علائي الخبير السياسي والاستراتيجي. السلام عليكم دكتور علائي أولا، واسمح لي أبدأ من أهمية انعقاد هذا المؤتمر. ماذا يشكل هذا المؤتمر؟ يعني وهو يأتي قبل أيام من مؤتمر نيويورك لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، ويأتي بعد مؤتمر واشنطن بحضور ممثلين عن 70 دولة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام خدمة شما وحييكم وحي مشاهديكم الأعزاء. بالنسبة للمؤتمر الذي عقد في طهران، تكمن أهميته بأنه قد عقد بعد انتهاء أعمال مؤتمر واشنطن والذي حمل عنوان الأمن النووي. وهذا المؤتمر له أهمية قصوى، لأن والسبب الرئيسي لأهميته لأن هنا صوت جديد ووجهات نظر جديدة لم يسمعها العالم من قبل، وهي تختلف عما طرح في العاصمة الأمريكية واشنطن، سواء من المسؤولية الجمهورية الإسلامية في إيران أو الذين أدلوا بدلوهم في هذا المؤتمر هذا اليوم. في واشنطن كالعادة كما تعلمون القوى الكبرى هي والتي تمتلك الأسلحة النووية، قد سمعت أصواتهم على الرغم من أن المحاولات هناك في واشنطن قد المحاولات كانت من أجل
التضييق على أعداد الأسلحة النووية، ولكن في مؤتمر طهران تطرح الفكرة الأصلية وهي أن كيفية خلع السلاح النووي وجعل العالم مكانا آمنا، وهذه الفكرة تختلف بالطبع عن الفكرة التي كانت مطروحة في واشنطن، وكيف يمكن تحقيق الأمن والسلم العالميين في هذا في عالم لا توجد فيه أسلحة نووية. وعلى هذا الأساس من هذه الجهة فإن مضمون مؤتمر طهران قد طرح مسائل لم لا يمكن سماع هذا المحتوى أو هذا المضمون في مكان آخر من العالم، وهذه هي ميزة مؤتمر طهران. كما تعلمون فإن الولايات اسمح لي دكتور علاء سأتابع معك، لكن طالما بدأنا بما يرتبط بأهمية هذا المؤتمر لأسمع وجهة نظر ضيفينا من القاهرة ومن دمشق، وبدءاً من دمشق والدكتور عماد فوزي الشعيبي الذي نرحب به. دكتور شعيبي، يعني استكمالاً للفكرة التي طرحناها في المقدمة قبل الدخول في التفاصيل، أهمية هذا المؤتمر هل توافق ما قاله الدكتور علاء أنه أولاً يأتي بعد مؤتمر واشنطن وطبعاً قبل أيام من مؤتمر نيويورك الخاص بمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، بالمقاربة التي يمكن أن نجريها وأنت استمعت ونحن استمعنا إلى الكلمات التي ألقيت الآن بالنسبة للمضمون، ما الفارق بين المؤتمرين؟ يعني مؤتمر واشنطن يريد حظر الانتشار النووي ومنع وصول الأسلحة النووية إلى ما يسميها المنظمات الإرهابية أو بين قوسين ما يتضمن لدول الشر، ولم يتحدث عن حظر بأي حال من الأحوال للسلاح النووي. نعم. هو يتحدث عن محاولة لتأطير انتشار السلاح النووي. أعتقد أن مؤتمر واشنطن ذا طابع أولا عنصري، لأنه من ناحية يريد أن يحتكر بعض الدول أو تحتكر بعض الدول للسلاح النووي، وأيضا تحديدا الدول العظمى ومن يسير في فلكها والذي مرر له يعني وصوله إلى الحصول على سلاح نووي وعلى رأسها على رأسهم إسرائيل على سبيل المثال، بينما هذا المؤتمر يتحدث عن إلغاء فكرة أو إلغاء واقع الانتشار النووي. نحن نعلم بأن الترسانة النووية للولايات المتحدة الأمريكية كافية لتدمير العالم 1000 مرة، يعني هنالك مبالغة حتى في وجود هذه الترسانة، يعني حتى إذا أردت أن أتحدث بلغة السياسة الواقعية، إذا كان الهدف من السلاح النووي هو ليس استخدامه هو الردع، فلماذا كل هذا الحجم الكبير من الترسانة النووية لدى الدول العملاقة على سبيل المثال؟ نعم. هذا التسابق يعطي انطباعا بأن هنالك نزعة عدوانية، يعني هي ليست فقط لضوابط الردع المتبادل بين الدول العظمى. دكتور شعيبي، استكمالا لما الآن يعني استمعنا إليه، اسمح لي أيضا أتوقف عند الكلمة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي عندما يؤكد مجددا، هي ليست المرة الأولى، على حرمة تصنيع الأسلحة النووية وحرمة استخدامها. هل يفهم الغرب وتحديدا ربما الولايات المتحدة، هل يفهمون مثل هذه الرسالة طبعا بمضمونها العقائدي؟ لا، بالتأكيد لن يفهموا مثل هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة ذات بعد أخلاقي بمعنى من المعاني، ذات بعد إنساني، ذات بعد أسميته عقائدي، أنا أعتبره بمعنى ما حضاري، لأن الحضارة